راه كثير كثير انت كثير يا رب اش ما كثير الله يا امي وماما كثير راه كيديروا تبعت صاحبي كيف والله ما تفاهم معاك الرب انا فات هاش 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 اشكلك كاين اشكلك عندك والله تسحب ليا برا والله تسحب ليا برا والله تسحب ليا برا خويا تسحب ليا برا برا الله يدير لك خويا مريض انا مريض كنشرب الدواء كنشرب الدواء كنشرب الدواء خويا كنشرب الدواء راه كيشفار هذا ولكن ما حتى واحد ما حتى واحد كنشرب الدواء شكون معاك شكون معاك شفار هذا صاحبي اسمعني فين هما داك اللي معاك فين هما داك اللي معاك قولي طلع لي فين هما داك اللي معاك هذا هو انا بقاش قاعد خويا يسحب لي مرا والله يسحب لي مرا بالرب لا خويا الله يسحب لي مرا يسحب لي مرا تعدوا العيالات يسحب لي مرا خويا هذا شفار شفار دوي اول اخر اول اخر اول اخر اول اخر اخويا اللي ديت اول اخر تعدوا العيبات اول اخويا التليفون اللي ديت اخويا اول بسطام اول بسطام اخويا اول بسطام اسمعني اسمعني صافي اخويا الله يحفظك جاوبني انا مزاوقفك وتجاوبنا انا اخويا ما تضربش صح غير بحال هكا علاش يسحب لي مرا والله الا يحسب لي مرا 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 دير رزق يحسب لي مرا الله يحيد الكاميرا الله يرحم لك الوالدين شتي شتي تقلبت بين الطوموبيل اخويا شيرت بالبيضه باش وقف كيحسب لي مرا انا مزا فاقدين امي ما فيش دير منكم الاعتياق ما خاصش يعتقدين منكم بنادم تقدر تكون امي تقدر تكون با مريض اخويا انا مريض انا مريض كنشرب الدواء كنشرب الدواء والله زي كنشرب الدواء كنشرب الدواء طلع فوق كنشرب الدواء داك السيد عيط لينا على المويرو كنشرب الدواء والله اخويا كنشرب الدواء مزاوق فيك حيد الكاميرا حيد الكاميرا انت شدير امو ما غيهرب الرب ما غيهرب زيد شدو انت ما تهربوا وتعلق والله ما غنتفاك معاك شرب الدواء خويا والله كنشرب الدواء انا شويه شويه كنشرب الدواء والله مريض اخويا حنا اليوم نشربوا معاك الدواء حنا زيد حتى حنا كنشربوا الدواء حتى كنشرب الدواء حنا كنشربوا الدواء ديال السطايب لا البربري تسرف انا خويا جيب لي الماء نغسلو انا مزاوق فيك ترى تسرف التليفونات اللي ديت التليفونات وانت ما تعطيني التليفون هذا المخبل باقي عندي تليفون اخر واحد دابا هو دابا انت تعال انا فرندي بشريف هنا شوف البربريه 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 ونديروا كاع مراه محشومه ماشيين على البيضات اقسم بالله دائما اللي نرتقي عبد الغفور نبيل كنديروا الفيديوهات التوعويه عرفتي علاش لان بنادم تيكون غادي في الطريق تيشير عليه بيضه وتخيل معايا تقلب في ديك اللحظه تقتل الانسان ولا انسانه على ود 100 درهم ولا 200 ولا 1000 ولا 2000 درهم كاع يقدر يكون هو يقدر يكونوا مع اولاده ووالديه بزاف ديال الحوايج وهاد القضيه هذيك تبقى في لاطوروس بزاف الناس اللي تعرضوا لهذا الشيء هذا ما توقفش وما ترجعش كما درنا حنا سير سلاش بحال هكا شوف شوف حاجه اخرى خصنا نوريوها للناس قبل ما نبقاو نهضروا على التوعيه وهذا الشيء الا طرا لك فحال هاد الحاله هادي هي اللي دويش عليها انا والضربات هي تخدم سويكلاس ما تخدمش السويكلاس حيت غادي تضبب لك الدجاجه شوف شوف وقعت لي في ولاد سعيد والله الا في بوم عيزه واحد البلاصه سميتها بوم عيزه وحطيت مالي الدار في ولاد سعيد وجاي راجع وبيضه دازت ليا من حدا البربريس عرفتي وانا نكسيلي والله الا 140 حيت الا ضربك البربريس وخدمتي السويكلاس ايبان لك والو مشيتي يعني الا ضربك بيضة زيد واحد المسافه فوتو بواحد 5 كيلومتر ولا 6 ولا 7 وتلاقى المغسل وجبد الا عندك شي بوديزه ديال الماء وغسل الطوموبيل ديالك مزيان ودمارسل واحد البلاصه اللي تكون امنه وعاد وقف وبقى الطوموبيل ديالك الا درك خدمتي السويكلاص بالنسبه للدريات لانه واش كيستهدفوا اغلبيه راك سمعتي واش قال الدريات كيصحابها مراه يعني اغلبيه كيستهدفوا العيالات الا طرا لك بحال هكا اختي ولا امي ولا اي واحد طرا لك بحال هكا ما تخدموش السويكلاص خلوا الطوموبيل ديالكم غاده عاديه حتى توصلوا في بلاصه اللي امنه عاد غسلوا الطوموبيل ديالكم بخير وعلى خير المهم نوريكم الطريقه ديال كيفاش غادي نغسلوا باش نحيدوا هذا الشيء هذا باش الناس تستافد هذا الشيء اللي انا نغسلوا نوريكم والدراري الله يجازيكم بخير بهلوان يا بهلوان باش ديالي دخلوا فعلوا الجرس ديروا زي كومونتير شي شي كتير عندي عندي يا اخوان ضروري يكون عندك بوتشامو في الطوموبيل ولا شي شيفونه ضروري هذا خاصها تكون عندكم باش دائما في وقت شي حاجه بحال هكا ولا قدر وين بغات تحتاجها هو السيده كيتعدى عليا مره يعطيني مصاب مره شفار مره كنشفر الحوايج مره كارديان غنغسلو غنحاول الان وفيديو ولا غير نخدمو السويكلاص غنحيدو الباي عاد غادي نخدمو السويكلاص يعني ما نجيش نخدمو السويكلاص في الاول حيت كون خدمنا السويكلاص وبغينا نهربو كنت غادي واحد السرعه اللي 120 ولا 140 غادي تقلب ما غيبقى بالك والو غيبقى بالك والو تقدر تقلب في هذيك اللحظه داكشي علاش اون فوا ضربك بالبيض ما تحركش الطوموبيل ما تخدمش السويكلاص بقى غادي ما تخدمش السويكلاص
طيب اخوان نقدروا نحبسوا الفيديو هنا وكنتمنى لكم الشرف اللقاء. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. ما تنساوش تنزل عندي الانستغرام ديالي اللي هو عبد المنار، تلقاو هنايا. تابوناو جيم بارطاج كنبغيكم بزاف.